أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في أحد المساجد يوضع تمر في مؤخرته، وذلك ليطعم منه من أراد بعد الصلاة، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا كان هناك محتاجون إلى التمر أو إلى الطعام فلا بأس من وضعه في المسجد، أو صائمون يفطرون بالتمر، هذا فيه خير وفيه أجر، لا بأس بذلك، لكن مع تنظيف المسجد من المخلفات. نعم.